بداية نهنئ مصر في افتتاح الأمس، افتتاح طريق الكباش وإعادة الأقصر إلى الخريطة العالمية للسياحة لما تحمله وتجده فيها. وباسم الحاضرين جميعا، معالي الوزيرة الدكتورة نيفين أقباك وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس السابق، والسادة نواب جامعة عين شمس، الأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب والتعليم، والأستاذ الدكتور هشام تمراز نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأيضاً الدكتورة فيبي وأعضاء مجلس الشيوخ الحاضرين معنا وأعضاء مجلس النواب الحاليين والسابقين والسادة السفراء الذين حضروا خصيصاً لهذا الاجتماع، وأعضاء هيئة التدريس بجامعتي عين شمس والقاهرة، وكل الصحفيين وكل الحضور الكريم، نتقدم بتهنئة قلبية لقداسة البابا الأنبا تبادروس الثاني بعيد تجليسه التاسع وبداية حبريته في السنة العاشرة. أدام الله حياته ومتعه بكل صحة وعافية ورخاء لخدمة مصر وتنميتها، لأنه ساهر على الجميع متعاون يعطي ذوي الهمم وكل فرد من جهده ووقته ومن قلبه ومن تعبه، فليحفظه الله لنا. أرحب بكم في مكانكم، هذا المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي الذي كان منذ افتتاحه عام 2008 يحرص على تقديم العديد من الخدمات والأنشطة لجميع فئات المجتمع المصري، ليكون منارة للثقافة والتعليم والتدريب. وواجهتنا مشكلة ظهرت في 2014 حينما جاءني الأستاذ محفوظ نصر الله، وهو رجل نظر وجود مثله في زماننا وطلب أن يعمل فصول لتقوية الطلبة ضعاف السمع والصم في مختلف المراحل الدراسية. وقد كان ذلك وبدأنا في شرح المناهج الدراسية وتقويتهم في اللغة الإنجليزية واللغة العربية لإعدادهم للالتحاق بالجامعات المصرية، وبصراحة أهاليهم كانوا مهتمين بذلك، عايزين نوصلهم لمستوى كفاءة معين يأهلهم لدخول الجامعة. وفعلا جابوا مجموع كبير في الثانوية العامة، وبدأ المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وأخص بالذكر الدكتورة نيفين القباج، وكانت آنذاك نائب لمعالي الوزيرة غادة والي وزيرة التضامن في ذلك الوقت، وكانت داعمة حقيقية معنا. وبدأنا من خلال قناة ميسات ننشر هذا الفكر وهذا الحوار لدعم الصم وضعاف السمع لدخول الجامعات المصرية. ولإعطاء كل ذي حق حقه، تصادف أن تقابلت مع زميلي في الدراسة الإعدادية وصديق العمر الأستاذ الدكتور عبد الوهاب عزت، وكان آنذاك نائبا في جامعة عين شمس لشؤون الطلاب وقائم بأعمال الجامعة، وعرضت عليه هذا الموضوع فكان مؤازرا ومؤيدا،
وأخذ على عاتقه مع الدكتور أشرف حاتم زميله وصديقه وهو النائب لدائرة العباسية والويلي في تبني هذا الموضوع، ووافق المجلس الأعلى للجامعات، وكانت أول دفعة تدخل في جامعة عين شمس في كلية التربية النوعية، وخصصوا ليها ثلاث مجالات هتعرفوهم بعد شوية. وبدأ المركز يواجه مشكلة حقيقية، إزاي هيوصلوا المعلومات بين الطلبة وبين الأساتذة أو يترجموا اللغة. فبدأ المركز في تدريب وتأهيل مترجمين يكونوا حلقة وصل بين الطلبة والأساتذة. واجهتنا مشكلة تانية، المشكلة التانية ما فيش كادر لتعيين هؤلاء داخل الجامعة. وبصراحة بالتعاون مع الدكتور عبد الوهاب والمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي والأستاذ محفوظ نصر الله وجمعية الأنبا إبراهام بكندا، استطعنا أن احنا نتولى هذا الموضوع، وحقق المركز ذلك من خلال توقيع بروتوكولات مع هيئات وجامعات محلية وعالمية. ووقع المركز مع جامعة عين شمس بروتوكول في 2016 لتقديم برامج كثيرة جدا مع الجامعة، وهي مستمرة إلى الآن مع الأستاذ الدكتور محمود المتيني اللي هو إحنا بنعتبره جارنا وصديقنا وبيسعى معنا ليل ونهار لتحسين هذه المنطقة. وهم طبعا ما ننساش دورهم جامعة عين شمس والأساتذة اللي قدموها في 2016 يوم 11 ديسمبر، وكان مولد النبوي وكان كله أجازة، في تفجير اللي حصل في الكنيسة البطرسية وما قدموه من علاج لكل المصابين وأنقذوا مئات كانوا بيصلوا داخل الكنيسة. دي كانت الشرارة الأولى اللي كانت بدأت، وبدينا لغة تعليم الإشارة، ودربنا حوالي 22 مدرب ومدربة في احتفالية كبرى تم تخرجهم في جامعة عين شمس. وبعد ذلك احتذى الجامعات المصرية ما فعلته جامعة عين شمس، وفي جامعة بني سويف كان سيدنا الأنبا استفانوس بدأ في بيبا والفاشن تكوين مجموعة وبدأ أيضا يتعاون معهم. وعلى مدار 12 دورة تدريبية جمعت بين التعليم النظري حول طبيعة الأصم وطرق التعامل معه، وبين حلقات العمل وورش التدريب لتمكين الدارسين من إتقان لغة الإشارة من خلال تدريب عملي مع بعض الصم وضعاف السمع لاكتساب مهارة السرعة في الترجمة. استفاد من هذه الدورات حوالي 300 مدرب ومتدربة. تم تعيين 43 مترجم ومترجمة من طبق هذه الدورات حسب الكفاءات والدرجات اللي حصلوا عليها في 12 جامعة مصرية. وتولى المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي بالدعم الموجود من كل الهيئات رعاية هؤلاء المترجمين منذ عام 2015 حتى عام 2019. ومعانا جمعية الأنبا إبراهام والأستاذ محفوظ نصر الله. وبصراحة كان في وزارة التضامن الاجتماعي النائبة اللي أصبحت وزيرة الدكتورة نفيني قباك تعمل في الخفاء، وأنا حضرت لها مواقف كتير مش هذكرها هتعرفوها بعد شوية. وشاءت العناية الإلهية أن تكون هي وزيرة التضامن لتأخذ هؤلاء المترجمين تحت راية وزارة التضامن الاجتماعي، فأحييها على ذلك. انطلق البعض من المترجمين اللي احنا علمناهم ودربناهم للعمل في مختلف الهيئات والقنوات الفضائية المصرية والقنوات المصرية والقنوات الفضائية الدينية لخدمة الصم وخلق جسر تواصل لهم مع المجتمع المدني. وتكلل هذا الجهد الكبير والتعاون المثمر أن احتفلت جامعة عين شمس بتخرج أول دفعة من الطلبة الصم وضعاف السمع في تاريخها وفي تاريخ الكليات المصرية
في يوليو 2019 في احتفالية كبرى، وكان عدد الطلاب الذين تخرجوا في هذه الدفعة 9 طلاب، وكان بينهم الطالب اللي حاصل على تاني واحد في الدفعة. فأنا باسمهم جميعا وباسم أهليهم بستسمح ونطالب الأستاذ الدكتور محمود المتيني بالتعيين هذا الطالب اللي اتخرج في أول دفعة كمعيد ليكون نموذج يحتذى به لهؤلاء الطلبة وتشجيعا لهم لما يبذله أهليهم ولهؤلاء الطلبة في الدراسة. أنا ما أعرفش تعملها إزاي، لكن إحنا بنطالب زي ما طالبنا قبل كده. وطبعا إحنا بنطالب ليه؟ لأن لازم زي ما سيادة الرئيس بيدعم وكل الهيئات بتشتغل نديهم حافز يكونوا موجودين فيه. أصبح إجمالي عدد المتخرجين من الصم وضعاف السمع من 2019 لحد 2021 حوالي 60 طالب وطالبة من جامعتين بتوع عين شمس والقاهرة، منهم 41 طالب وطالبة من جامعة عين شمس فقط. عين شمس كانت جامعة سباقة احتذى بها بقية الجامعات. زي ما أنا قلت وأكرر الشكر للدكتور أنفيني قباج لما تفعله، وطالب أيضاً بخبرتكم في المجلس الأعلى للجامعات بإيجاد كادر وظيفي للمترجمين. ليه؟ لو وجد كادر وظيفي للمترجمين هيصبح ده أساسي جوه الجامعة، ويبتدوا المترجمين ممكن يتعاملوا مع الأهالي، لأن احنا واجهنا مشكلة أن الأهالي ما بتعرفش تتعامل مع عيالهم. فعملنا تدريب لغة الإشارة للأهالي إزاي يتعاملوا مع أولادهم وإزاي يفهموا أولادهم في الكلام، عشان ممكن يبقى موجود في البيت بس يحس إن هو منبوذ، وإحنا ما نحبش كده. وفهم طبيعة هؤلاء فخلق جو من التواصل الأسري، وعملنا اجتماعات ليهم إزاي الطلبة دول يقدروا أهاليهم يشجعوهم وما يحسوش إنهم خارج هذا المجتمع. سنة 2018 أعلننا في المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي عن مسابقة فنية لطلبة الصم من جميع محافظات الجمهورية. تبناها المركز في مجالات الرسم والنحت والتصوير، وكوننا لجنة من المتخصصين للتحكيم، وكانت فرصة للتعبير عن أنفسهم من خلال الإبداع وتعريف المجتمع بمواهبهم الدفينة. وبصراحة قداسة البابا تودروس الثاني ادانا من وقته، وجه يوم 23 مارس في 2019 افتتح هذا المعرض بنفسه الاهتمام بهؤلاء الناس، وتم توزيع جوائز المسابقة في احتفالية كبرى يوم 29 مارس 2019. في وسط الكلام ده بصراحة أنا منساش دور الأمهات، كانوا وراء أولادهم، إن كل أم عايزة توقف ابنها وتسيبه واقف على رجله، وكان ليهم دور كبير جدا. فعملنا لهم تكريم في احتفال لائق بيهم في المركز بعيد الأم، وكرمنا 22 أم من أمهات الصم وضعاف السمع. أطلقنا بعد كده مسابقات في الرسم ونحت، ووزعنا هدايا زي ما قلنا كتير، وعملنا احتفالية كبرى، وخرجنا الكلام ده مع الدكتور عبد الوهاب في جامعة عين شمس. النهاردة وإحنا موجودين معاكم في هذا المكان بنحتفل بإنجاز كبير تم على أرض مصر، وبصراحة أقول لكم بنحتفل به في اليوم العالمي للإعاقة بتشريف كل هذه القامات. اللي احنا قدمناه جزء صغير، لكن اللي قدمه سيدنا الأنبا استفانوس عمله إنه عمل قاموس لهذا لترجمة الإشارة وتولد بعضه عشان نوحد اللغة بتاعتهم. وفي وسط الكلام ده جنود كانوا بيشتغلوا في الخفاء يا سيدنا، ما ظهروش خالص. الأستاذة الدكتورة حنان السعيد اللي ماسكة التعليم المدمج في جامعة عين شمس وهي موجودة معانا، كانت واخدة على عاتقها هذا الموضوع مع الدكتور عادل إبراهيم مع مدام جانت ومدام كلير. مدام جانت مديرة الأكاديمية، ومدام كلير تعتبر الاستشاري للمركز في العلاقة بين الصم والبكم والترجمة والإشارة. وبدأوا في هذا العمل بإيمان
ويقين. فوجود قداستك النهارده لتكرمهم ده شرف كبير جدا في وسط الأساتذة الجامعات ورؤساء الجامعات والنخبة الموجودة من كل البرلمانيين. نشكركم جميعا لحضوركم ونتمنى النجاح لمصر ودوام ازدهارها، وكل عام وجميعكم بخير.